وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل عن هل يجوز للرجل أن يقول لأخيه المسلم أنت عابد للدرهم أو أنت عبد درهم أو أنت عابد للدينار أو أنت عابد دينار؟ نقول أيها الفضلاء إن المسلم مطالب بحفظ لسانه ومطالب أن يكون خيرا في قوله وأفعاله لقول ربنا تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، ومطالب الإنسان بألا يلمز إخوانه وألا يغمزهم لقول ربنا عز وجل ويل لكل همزة لمزة، ولقول ربنا تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وأما من كان مستدلا بذلك في سلامة هذا القول، أعني أن يقول لأخيه عبد الدينار أو عبد الدرهم، بحديث رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة الحديث، فإن هذا إنما خرج مخرج التحذير ولم يخرج مخرج أن نذهب لإخواننا فنتهمهم بمثل هذه التهم. وكما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فلذلك ينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الألفاظ. وإن وجد على أخيه من حب المال أو شيئا من هذا، والإنسان جبل على ذلك، قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الآية، وقال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما. فإن كان وجد من أخيه حبا لذلك المال وحبا لجمعه، والله عز وجل قال ألهاكم التكاثر، أي يعني الله يحذرنا من أن يتكاثر الناس في المال وفي كل شيء، حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. وهذا يحدث من الإنسان، فعليه أن يناصحه بأسلوب طيب وأسلوب جميل لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري ما رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنقول لإخواننا ترفقوا بإخوانكم وقول لهم حسن القول، وإن الإنسان أيها الفضلاء لا يبلغ بالكلمة الحسنة مبلغ لا يبلغه غيره، وتهوي به في النار أيضا 70 خريفا. إن الرجل يقول الكلمة رضا الله يرفع الله بها الدرجات، ويقول الكلمة السخط لا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن ينجينا وإياكم من كل شر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.